بص يا كابتن احمد، قفشه انا من وجهه نظري لما بيكون فايق النادي الاهلي كله بيبقى فايق. لما بيكون مكسل شويه تحس النادي الاهلي برضو كده مكسل معاه. قفشه لعيب مهم جدا جدا في اداء. طب دول اختيارات الجمهور يعني الخمسه دول، طبعا القائمه لسه طويله، في لعيبه عندها قدره انها تنافس يعني. لكن لو قلت لك اهم خمس لعيبه من وجهه نظر كابتن احمد في الموسم ده للنادي الاهلي. احنا نسينا لعيب مهم جدا، بدري بانون. بدري بانون جدا مميزه جدا، 16 نقطه، ويمكن عشان ما اشتركش في كذا ماتش كده رجع شويه، بس هو سابع او ثامن تقريبا. عامل دور مهم جدا 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 في دفاع النادي الاهلي. وغيابه بتقولهم بالترتيب، غيابه لا مش ترتيب ان هو الافضل، لا انا بقول الاهم خمسه المهم مهمين. اول واحد بتكلم بدري بانون، طبعا الشناوي من الاول عشان خط الشناوي، بدري بانون، السوليه، محمد شريف، حسين الشحات، وقفشه طبعا، وحسين الشحات. اوكي.